بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى أنكم تكونوا دوزتوا نهار مزيان بلا مشاكل وبلا متاعب. اليوم بغيت نصوب شوية ديال البريوات وشوية المحنشة، وبغيت نشارك معكم هاد الطريقة ديالي. المهم ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد من عندي. نبداو على بركه الله. البنات بعد ما سلقت اللوز وقشرته، دابا غادي نجمعو وغادي ندي عند واحد السيد اللي غادي يطحنو ليا. انا ما كنبغيش نطحن اللوز في الدار لانه ما تيجيش مطحون مزيان، كيجي شويه باقي مفرشش. اللهم تنكون نطحنو في الزنقه باش يعطيني ديك التعليكه ويجي زوين ويجيني ساهل في العجينه ديالو. دابا البنات غادي ناخذ العجينه ديال اللوز وغنضيف عليها صفار بيضه، وغادي نزيد عليها نصف كاس من الزبده وملعقه من القرفه. كاين الناس اللي تيديروا المسكه الحره، انا ما كنبغيش ندير فيها المسكه الحره، انا كنبغي تبقى عندي هذيك لوغو ديال اللوز مع القرفه. وكنضيف قطرات من الزهر، ما كنديرش ماء الزهر، كندير روح الزهر. ماء الزهر كيجري ليا العجينه وكيخليها شويه مميصه، مي قطرات كيخليوها شويه شاده في راسها. ودابا غادي نقوم بالعجن ديالها باش تجمع ليا مزيان، ونرجع لكم باش نوريكم كيفاش غندير الكويرات باذن الله. اول حاجه البنات دابا غنبدا ندير حريبلات ديال اللوز باش نصوب المحنشات بهذه الطريقه هذه. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه. تناخذ شويه العجينه وكندير لها بحال هكذا. انتم البنات كنظن ان الطريقه واضحه بالنسبه لكم، وكنقوم بهذه العمليه حتى كنكملها مع هذو الحريبلات ديالي، وتنستمر حتى نكمل نصف. البنات بعد ما كملت الحريبلات ديال المحنشه، دابا غادي ندير الكويرات ديال البريوات. انتم البنات شوفوا الطريقه اللي تنقوم بها، تنكورهم هكذا على قد المهم صغيورين شويه. المهم كل وحده كيفاش غادي تبغي تكورهم، يعني على حسب القياس ديال يديها. بعد ما كملت تحريبيل الكويرات، دابا غادي نصوب الطحين مع الماء اللي غادي نسد به لا المحنشه ولا البريوات. كناخذ شويه ديال الطحين وكنزيد عليه شويه ديال الماء، وكنبقى نطربو مزيان بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا البنات، باش ما يتكورش ليا. وكنطربو بالزربه، وتنبقى غاده معاه غاده معاه غاده معاه حتى يطيح ليا كامل. ومن بعد كناخذ صفايه وزلافه واحده اخرى وكنقوم بالتصفيه ديالو باش ما يبقاش ليا محبب. هانتوما البنات بهذه الطريقه هذه هكذا تيجي شويه رطب وما تيجينيش محبب، لان الورقه كتبغي شي حاجه اللي تكون سائله ماشي تكون محببه وتجي كتوسخ العجينه، ديك العجينه ديال الورقه كتوسخها. انتم البنات دابا انا غادي نصفيه بهذه الطريقه هادي، تينزل كامل بشويه بشويه، تنشد معاه شويه الخاطر. المهم كنحاول انني نهبط الطحين والماء كلشي، وندير العجينه ما تكون سائله ما تكون قاصحه بهذه الطريقه. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه بالنسبه لكم، وغتجيكم تجيكم زوينه وتخلي لكم العجينه نقيه. انتم البنات شوفوا دابا القوام ديالها كي داير. غادي نوريكم كيفاش غادي نقطع الورقه. هانتوما لاحظوا معايا، غناخذ الورقه نثنيها على جوج هاد الشكل هذا، ونعاود نثنيها على اربعه. غادي ناخذ هاد الجهه هادي وغادي نضرب بهاد الطريقه بسم الله. بهاد الطريقه هادي غادي ناخذ هادي من هاد الجهه وغادي نقطع بهاد الطريقه ونكمل. نرسمها ونقطع بالجيني سهله
نقشمها بهذه الطريقه ونقطعها باش تجيني سهله ومقاده. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه مزيان. نحيدو هذا المقص، نبداو بعدا بالمحنشات هما اللولين. البنات انا قبل ما نبدا باش ما تبرزطنيش الورقه كنحاول انني نحلها كامله بهذه الطريقه هذه باش تجيني سهله في الطي. نتمنى ان هادشي يكون واضح وباين بهذه الطريقه. وكنجيب المحنشه ديالي ونستفى دائما الجهه الحرشه هي التحتانيه، الجهه الرطبه هي الفوقانيه، الجهه الحرشه هي التحتانيه هكذا ونستمر، الجهه الرطبه هي الفوقانيه، الجهه الحرشه هي التحتانيه، الجهه الرطبه هي الفوقانيه. بهذه الطريقه هذه كتجيني سهله في الخدمه وما كنحاولش انها تلصقش ليا الورقه وحده على وحده. بحال هكا دائما الجهه الرطبه الفوقانيه والجهه الحرشه هي التحتانيه. كنأكد عليكم البنات فوالا بهذه الطريقه هذه حتى نكمل البريوات، نكمل بليطو الورقه ديالي. بحال هكا هذه حرشه هذه رطبه انسي دو سويت فوالا بهذه الطريقه هذه. دائما نحط حدايا ميكا. انا دابا تنوريكم عندي كونتيتي قليله يعني نص كيلو دغيا غادي نطويها. مي تتكون عندكم كونتيتي كبيره دائما الورقه ما تخليوهاش عرضه للهواء، خدو تكون حدا في الميكا تكون نقيه ونخشيها فيها بحال الطريقه هذه ونبدا نخدم. دائما البنات ملي تبغيو طوا البريوات ولا سواء كانوا ديال اللوز ولا ديال الدجاج ولا ديال الفيرميسال دائما خليو الجهه الرطبه هي التحتانيه، عاد ديروا الجهه الحرشه هي الدخلانيه باش ما يجيكمش بريوات حرشيه. ناخذوا المحنشه ديالنا نعاودو نقادوها التحربيل ديالها بهذه الطريقه، تنظن انها واضحه عندكم وكامده. نحربو شويه هكذا وتامده نجر. تتكون هذه المسافه هذه يعني طول من هنا غدا والمسافه كتقل تتقل تعطينا هذا البوانشي هذا. انا باش ما يجونيش تجينيش هذه البلاصه هذه فارغه اشنو كندير؟ كنبدا نثني ديك البنات وتنبدا نمس بحال هكذا باش اللوز يمشي ليا في الجناب. تنقلوي وندير واللوز يمشي ليا في الجناب باش ما تجينيش خاويه، وندير المعز وندي الجناب. فهمتي البلاصه هادي جات فيها شويه خاويه، نحاول بحال هكذا ندي بحال هكذا باش يبقى كل هاد تجيني ونقاد بحال هكذا ونضع نطي ديالي بهاد الشكل هذا. ناخد هذا الطحين مع الماء اللي ديجا درت بهاد الطريقه وندي ونتني هكذا. نتمنى انها تكون بهذه الطريقه هذه وتنحاول نحرب لها. تنجمع البنات كنخلي هنا شويه خاوي لاننا غنوريكم كيفاش غادي ندير ليه. كنجيب البرقه ديالي وتبدا تني المحنشه ديالي بهذه الطريقه ونحاول نقادها الطريقه هذه ونشد هذه اللي خاويه ونخشيها هنا بين الجناب باش تجيني مقادة بهذه الطريقة. كنتمنى أنه يكون تفسير واضح. نعاود وحيدة أخرى قدامكم فوالا، دايما الجهة الحرشة هي الفوقانية والجهة الرطبة هي التحتانية. الطريقة ونحط حنشة ونبدا نلوي بواحد الطريقة ديالنا ونزير. البنات ضروري تزيرو يديكم ضروري بهاد الطريقة هكدا ونجبد بهاد الطريقة
نجي لهنايا البنات، دايما ندهن شويه بهذه الطريقه، ونخلي هذه اللي قلت لكم تكون شويه خاويه هي اللي كتساعدني بانها بهذه الطريقه. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه، ونحاول نخرجها من هنايا بهذه الطريقه هذه، او من المحنشات ديالي تيجيو ساهلين وتيجيو رائعين البنات. انا الناس تيديروا هاد تيشدوا اللوز كيحمروه، تيحمروه وتيخلطوه مع العجينه ديال الكعبه. انا كان ما تنفضلش هاد الطريقه، لان اصلا اللوز مقلي ومي كيتطحن تيولي عاوتاني تتعاودي تقليه، يعني ما كت هذاك اللوز ما تيبقاش عاد هذاك اللوغو ديالو، اوكي ما تيبقاش عاد هذاك اللوغو. اللهم انا من احسن انني كنديرو كله بهذه الطريقه هذه، كنعجن تنطحنها لا سوا في الكعبه هذه، لا سوا في الكعبه، سوا في البريوات، سوا في المحنشه. كنفضل ان اللوز يكون مدعوك مزيان باش تعاوني في الخدمه، ونلوي ونجر، نلوي ونجر بهذه الطريقه، نجر بهذه الطريقه. كنتمنى انها تكون واضحه بالنسبه لكم هانتوما البنات. هذه ديما كنخلي شويه خاوي، ومن هنايا كندا نلوي بهذه الطريقه هذه المحنشه ديالي. كنظن ان التفسير واضح بالنسبه لكم هانتوما على البريوات ديالي. بعد ما البنات كملت المحنشات ديالي بهذه الطريقه هذه، فوالا غادي نبدا دابا نصبو البريوات. غنوريكم كيفاش غادي نقطع البريوات. غادي نحاول انا دابا بقى عندي النص الاخر، النص الاول درت به هادو المحنشات، والنص الثاني غادي نديرو بريوان. نقطعهم على ثلاثه، قسمت هنايا على ثلاثه بهذه الطريقه هذه باش يجوني اشرطه طوال. هانا الطريقه هادي ونحاول بشويه نقطعهم بهذه الطريقه باش نحصل على شريطه بهذا الشكل هذا، هذا الشكل هذا. غنبدا نحلها بحال اللي درت البريوات المحنشات بعضهم، يجوني شرائط بهذه الطريقه هذه. تكون الجهه رطبه على رطبه، ما تتبغيش تحل بسهوله، ولكن حنا نحاول معاها بهذه الطريقه. هنايا الشرائط اللي عندي باش نصوب البريوات ديالي، شوفوا هنا 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 هانتوما نفس القصه البنات. الا كنتو باغيين ديروا البريوات كثار وعندكم وقت كثيرة، حاولوا انكم ديما ما تخليوهاش عرضه للهواء باش ما تقلوش، يعني تتقصح. من الاحسن انكم تخليوها اما في الزيف اما في، من الاحسن ميكا، من الاحسن ميكا. هنا البنات انا نوريكم واحد الطريقه انا كنديرها كتجيني سهله دائما البنات. كما تنقول لكم الجهه الحشه هي التحتانيه، والجهه الرطبه هي الفوقانيه. هانتوما البنات كنحط البريوات ديالي بحال هاد الشكل هذا، كنستف شويه عندي واحد الستيفه بهذه الطريقه هذه. لا ندير الجهه الحشيه التحتانيه انا هكذا، طريقه سهله بحال هكذا. كنصوب 4 5 6 دقه واحده، يعني ما تنبقاش تكفيني الوقت. ندير لكم دابا 4، ناخذ بعض الكبيرات ديالي بهذه الطريقه، وكنبدا نخدم ونزير. ما نحاول انني ما نضغطهاش باش تبقى ديما جاياني بومبي بهذه الطريقه هذه البنات. تنظن انها واضحه بحال هكذا. تنوصل هنا للخال، كناخد شويه ديال الجينه،
كنحاول انا ما كندخلهاش وسط ما كندخلهاش، انا كنحاول ندير بحال هكا باش تبقى لي نقيه البريوه ديالي بهذا الشكل هذا. كنظن انها واضحه. نوريكم الثانيه نفس الطريقه. خليوهم دائما، ما تحاولوش انكم هذوك الكويرات ما تحاولوش تغطوهم، دائما خليوهم مكيورين بحال هكا باش تبان لكم البريوه بومبي وعامره، لان اصلا هي فيها السكر، والسكر ملي كيذوب اصلا العجينه كترخم واللوز كيمشي في الجنيبات. انا ما كنخشيهاش لداخل البنات، حاول انني نشدها بحال هكا، هي اصلا ساده راسها بهذه الطريقه. نحاول نحطو من هنا، نخدمو البريوه الاخرى. ساهله البنات، ساهله بزاف، ولكن كتجي هالطنيه هادي صعيبه، ولكن راها سهله بزاف. دائما نديرو الطحين ديالنا شويه هكا ونحاولو نديرو ليه بحال هكا. دابا تشوفو في القلي انها ما غاديش تحل ليا. فوالا، نديرو الطنيه الاخرى بهذه الطريقه. هانتوما البنات ها بشويه ها بحال هكا بهذه الطريقه هادي، كتجي محدقه ومتوبله. فوالا فوالا البنات، البنات بعد ما كملت المحنشات ديالي والبريوات غنقوم دابا بواحد العملية ديال تك هاد، تناخد بنيته وتنتك فيها هاد المحنشات بهاد الشكل باش يتشربو ليا الزبدة اللي غادي ندهنها بها بحال هكا بهاد الشكل هذا. هم كاملين طريقة صافي كملتو التقيم. ودابا البريوات غادي نوريكم البنات كيفاش الطريقة اللي كندير ليهم. كنحاول انني نتقب تقيبات، لان كتعرفوا ان البريوات كتلوى ليا فليا فليا فليا، يعني كتكون ورقه ورقه تحت ورقه، ملي كتقبوها فحال هكذا هذيك الزيت كتدخل ما بين هذوك الوريقات، وحتى هي كتقرمش من الداخل، يعني ملي كتعطي البريوه كتجي مقرمشه ماشي معجنه من الداخل. انتما تبعوا البنات هذه الطريقه هذه وتفكروني. وحاجه اخرى، ان حتى البريوات كيشربوا العسل من الداخل. ديروا الطريقه هذه اللي قلت لكم وتفكروني. غنحاول نقسم انا بحال هكذا باش نعرف لي دوزتها نحطها على جنب. هانتوما البنات ما تكثروش الثقيل بزاف، هاك طيب شويه بهذه الطريقه هكذا، ونواصل بهذه الطريقه. هاندير الثقيبات هكذا ونكمل نسي دو سويت. نكملو البنات، نوريكم البنات كيفاش غادي ندهن البريوات. المهم البنات حاولوا انكم تشربوهم مزيان بالزبدة، الزبدة كتجي عطيهم واحد القرمشة، يجيو بنات بزاف. نقول لكم واحد الحاجة البنات، ان البريوات كيبغيو الزبدة، عندك الكبر غزال ولا المحنشة ولا البريوات كيبغيو الزبدة، وسيغتو إلا كانت الزبدة ديال العبار لي كنشريو راكم عارفين. بعد ما دهنتهم البنات بالنسبة للمحنشات غادي ندخلهم الفران باش يكتمل الطياب ديالهم إن شاء الله، وغادي نوريكم طريقة التقديم. أما بالنسبة للبريوات غادي نقوم دابا بعملية القلب، غنوريكم كيفاش غنقليهم وكيفاش غنطفيهم في العسل. المهم البنات بعد ما نحسين أن الزيت حمات مزيان، غنضرب فيها البريوات ديالي باش يتقلاو. فوالا، دابا نحطهم طريقة نحط البريوات ديالي باش يتقلاو ليا. أوبس ونبدا نقاد فيهم باش تقلاو ليا
مزيان. نسمع عليهم البنات ديروا الغطاء الهيله تكون شويه باش ما يتحرقوش لكم. المهم نبدا نقلي فيهم دابا شويه شويه، خليهم حتى يشدوا شويه عاد يمكن نقلي فيهم. المهم بعد ما تنحس بهم انهم تحمروا، شوفوا كيفاش ولاو. المهم ما حمرينش بزاف، ولكن انا غادي نهزهم دابا وغادي نطفيهم في العسل حيتاش غادي يكملوا الطياب ديالهم وسط، يعني التحمر ديالهم غادي يكمل وسط العسل. انتم مي غادي غنوريكم الطبق النهائي غادي تشوفوا البنات كيفاش غادي يجيكم، لان الزيت كتبقى تغلى وسط هذوك البريوات، يعني كيكملوا التحمر ديالهم وسط العسل بهذه الطريقه. ودابا غادي نوريكم كيفاش ديروا العسل فوق منهم. ها انتم البنات ديروا بحال هكذا، لان انا جيت وخلطتهم لشي حاجه راه غادي تكسروا لكم اصلا، تيكونوا هشاش والورقه سنسيبل يعني دغيا كتتكسر. ها انتم بداو ديروا غير هكذا البنات بشويه 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 حتى يتشربوا العسل، وبقاو تحركوا فيهم. وكنتمنى ان الطريقه ديالي تكون واضحه، ونتلاقاو عند الطبق النهائي ان شاء الله. البنات بالنسبه للتقديم النهائي ديالي ديال البريوات ها هو كما جا، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. فوالا ها هما بالنسبه للمحينشات ها هما كيفاش تجيو، كنتمنى ان الصوره تكون واضحه بالنسبه لكم. هانتوما البنات كيجيو رائعين. بالنسبه للبريوات هانتوما الا كنتو تصورو القرميشه ديالهم من الداخل ومن برا وكيجيو عابرين. هانتوما البنات بالصحة والراحة، كنتمنى انكم تجربوهم وتتبعوا الطريقة ديالي انها ناجحة 100%. بالنسبة للمحينشة هانتوما البنات شوفو كيفاش كتجي، تمن الورقة الدخلانية كتحمر. هانتوما هي شوفو كي محمرة من الداخل، وهذه هي علاش تنقول لكم انكم تقبوهم بالفنيته، تقبوهم ان هذيك الزبده كتدخل كتغلى لداخل ديال لا بالنسبه للبريوات ولا بالنسبه للمحينشات. وبالنسبه حتى للكبغزان تنصحكم البنات ملي تبغوا طيبوا ديروا واحد ثلاثه ديال التقيبات من جنب، وان شاء الله المره اللي جايه ان شاء الله ندير لكم الطريقه اللي تنصوب بها قيبات ديال الغزال. كنتمنى ان الوصفه ديالي ديال اليوم كتعجبكم، وما تنسوا دائما انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتبارطاجيو لحبابكم وصحابكم، ودائما امسيه سعيده، وكنتمنى لكم الخير والربح باذن الله. السلام عليكم.